السلام عليكم وحياكم الله في مزاج بودكاست. العنوان غريب عليكم صح؟ هذا يا طويلين العمر تقريبا من 15 يوم زميلي في الدوام شفته تعبان ومسنود على شخص ثاني، يعني وده لي السيارة مو قادر يضبط حاله، مشيته مسكين يعني صراحة تفاجأت فيه، هو مو شايب شاب يعني تقريبا. فمن يومين شفته وتحمت له بالسلامة وسألته عن حاله وتطمنت عليه، يقول إن اللي حصل معاه اللي هي الكريستالات تحركهم داخل الأذن، وهي اللي عملت معاه عدم التوازن وكان عنده شوية دوخة والحمد لله أنه يعني راح الطبيب وكذي. الحين هذا مو هذا الموضوع، هذا المدخل للموضوع. فقال إن واحد على كلامه، يقول واحد من شيابنا قال لي أنت شارب حليب ناقة؟ فقلت له نعم، هذا على كلامه طبعا. كان يقول له شوف يا وليدي، أكيد أنت شارب حليب الناقة بدون الرقوة. كان يقول له إيه، كان يقول هذا السبب اللي سوى فيك كذي. واسأله بعد يعني عن فصيلة دمه، فشنو الكلام اللي العجيب اللي خلاني اليوم أسجله لكم، وأول مرة أسمع طبعا هالكلام، قلت أشاركه معاكم. قال له حليب الناقة، وهذا الكلام قوله حق كل ربعك، لا يشربونه إذا ما عليه الرقوة، يعني يكون فريش تو يعني جايبينه من الناقة، لازم الرقوة تكون عليه. إيه هي نوع الدرع؟ خصوصية هذا الحليب مال الناقة في وايد يعني فوايد وكذي، إذا ما عليه يغطيه هذه الرقوة تفقد هذه الخاصية اللي إيه هي، بدل ما تكون نافعة في المعدة وتصرف كل شيء في المعدة وتطلع من الجسم، لا تصعد فوق وضربت إذنك. فتعجب للكلام، وأنا أمانة لما قال لي تعجبت. فيعني سبب من الأسباب إنه ممكن الواحد تصير لهذه حالة اللي تحرك الكريستالات في الإذن وعدم التوازن وعسكم الله ترجيع وواحد حالته حالة، تكون واحدة من الأسباب هذه يعني. فأنا قلت يعني أبلغ، وسبحان الله يعني هذه من الأشياء اللي الواحد ما كان يعرفها، اليوم أنا عرفتها وحابة أبلغكم. وسلامتكم وتعيشون، وسلام عليكم، ونشوفكم إن شاء الله في القادم بإذن الله، في أمان الله.